والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال الشاعر: أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس مصيبة كبرى أن يهان المرء في وطنه. زكي بن رشيد ليس في مربع ضيق. زكي بن رشيد من رموز الأردن. وإذا بدك أقول إنه باعتراف رئيس أمريكا بعرف زكي بن رشيد مثل ما بنعرفه. حزب مرخص، ما بدكوش حزب الإخوان المسلمين، الحكومة تلغيه مثل باقي الدول. نحن لسنا نحاسب على كلمة، كلمة يقولها رجل في وطنه ويعتقل. هو قال باسم الحزب وزكي على مستوى الوطن وليس على مستوى بن رشيد. احنا حبينا نجمع الإخوان من الأصدقاء واللي بيحب يتكلم في هذا الموضوع حتى نطلع في بيان من أجل الشيخ زكي. إذا حدا بيحب يتكلم من الموجودين، الشيخ علي، الشيخ علي الغول بن رشيد فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على دربه وفى. إخواني، ضمن الإسلام لنا جميعا حرية الفكر وحرية الأديان. لا قول بعد قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة أسمعيني ما يقوله الناس عني. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. فعندما أتكلم بصراحة على شخص ما أو على أي مجتمع ما، فعلى المجتمع أن يشكرني بدل من أن يضرني ليعرف عيوبه إن كان ما قلته صادقا فيه. وقبل كل هذا، سيد هذه البلاد يقول أن المواطن خط أحمر، وكم من مرة لام المسؤولين بأن يعطوا للمواطن حرية الفكر وحرية القول. فإن الذي يقول يجب أن نستمع إليه صادقا كان أم كاذبا، فإن كان صادقا أخذنا بقوله، وإن كان غير ذلك لمناه ولم نوبخه على ما يقول. فلكل مجتهد نصيب. وإن زكي بن رشيد غني عن المعرفة والتعريف، فهو شمس ساطعة في سماء هذا الوجود يعرفه القاصي والداني. ما عرفناه إلا أن يتكلم ويحذر من أشياء قد تحدث للمجتمع الإسلامي بأكمله، ليس في الأردن فحسب وإنما في العالم الإسلامي. فإن كان قد قال فإنما ينبه إلى أخطار وأخطاء، ونحن لا نؤيد الخطأ وإن صدر مني أو من أبي أو من أخي، ولكننا نقول لكل إنسان حرية القول والتعبير، ولكل إنسان حرية أن يتمذهب وأن يدين دينا، فليس فكيف بما أن يقول كلمة صرح بها مندوبا عن حزبه.
إننا إذ نقف هذا الموقف نرجو من المسؤولين أن ينظروا بعين التوأدة وبعين الحكمة، فإن الوطن آمن ونحن نريده آمنا مطمئنا، ولن يكون آمنا مطمئنا إلا إذا احترم بعضنا بعضا، المسؤول يحترم السائل والمرؤوس، وهكذا يأخذ كل واحد حقه، فالعدل أساس الملك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ علي. والآن مع الأستاذ أحمد بن حمود. الدكتور أحمد وينه؟ السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أهلا وسهلا بالجميع، وأنتم تعلمون الاجتماع هو للمطالبة بالإفراج الفوري عن أستاذنا وعالمنا الشيخ زكي بن رشيد حفظه الله وأعاده إلى أهله وذويه سالما. القضية الثانية يعني بناء على طلب عمنا أبو حاتم على عجل، من يقرأ بعض جوازات سفر بعض الدول أغلبها الأجنبية ويقرأ على الغلاف أو صورة الغلاف الأخيرة، ماذا يقرأ؟ يقرأ الجملة التالية أو بما معناه: حامل هذا الجواز تجيش له الجيوش إذا مس بأذى. حامل هذا الجواز تجيش له الجيوش إذا مس بأذى. طب نحن زكي بن رشيد هو مواطن أردني تكلم، لربما أصاب أو أخطأ لا نعلم بتقديرات الحكومة. نحن نتمنى على جلالة ملكنا المفدى أن يضفي من حكمته على حكومته في سبيل أن تتصرف بما هو مناسب، لا أن تثور النعرات وتثور ولا سمح الله يحصل ما لا نريد. نحن مطلبنا كأبناء بن رشيد عامة نطالب بالإفراج الفوري عن هذا الشخص. هل هو ساء لأحد؟ هل اتهم بجريمة؟ فإذا كان العار يعرف فيعرف بهذا الاعتقال، الاعتقال المفاجئ، الاعتقال الذي لا أساس له. كيف يعني كلنا أصبحنا نمنا وفي الصباح استيقظنا اعتقل زكي بن رشيد؟ ما هذا؟ في أي دولة نحن؟ نحن في دولة الأمن والأمان، نحترم جميع الدول، وعلى الدول أن تحترم الأردني وتعرف له. في قبل في النائب الكويتي فأزر علينا لما قال الأردنيين مرتزقة البراك. طيب يعني إن كنتم حريصين على المواطن الأردني فانظروا إلى قضية القاضي الزعيتري، ماذا حصل؟ طمست. القاضي الشهيد الجراح طمست. طيب يعني أنتم يعني بين قوسين في خيار وفقوس بالمواطنة؟ لا يجوز هذا الكلام. نحن نطالب بالإفراج الفوري عن شيخنا زكي بن رشيد، ولكم جزيل الشكر. وشكرا. بارك الله فيك دكتور أحمد. قبل أن آتي إلى هنا شفت على التلفزيون خبر. شو بقول الخبر؟ بقول إنه إسرائيل دائري ورا النائب خليل عطية، لأنه وبتحث الحكومة الأردنية على إنها تمسخه، يعني بما معناه لأنه قايل يا أخوان اقروا الفاتحة على أرواح شهداء 2 في القدس. تصور لحد وين عدوك بدهم يحاربوا النائب هذا لأنه تكلم وقال بالبرلمان الفاتحة على أرواح 2 شهداء في القدس الشريف. وإليكم الآن ابن الشهيد المهندس جمال، فليتفضل. السلام عليكم. أولا كلكم تحدثتوا عن الشيخ زكي بس ما تحدثتوا عن القائد زكي. زكي بن رشيد خلق أو أوجد ليكون قائدا. زكي بن رشيد من أيام طفولته قائد، من لما كان بالجامعة كان أحد أركان اتحاد الطلبة بالجامعة اللي كان موجود فيها. زكي بن رشيد لما تخرج من الجامعة
راح على مصنع الاسمنت الابيض، كان قائد هناك، كان قائد لرؤساء ولمرؤوسي. زكي بن ارشيد خلق قائدا، طبعا خلق او اصلا من هذا البلد، هاي البلد اللي بتفتخر انها قدمت عشرات الشهداء على مدى السنين، قدمت الشهداء، قدمت الجرحى في سبيل هذا الوطن، وما زالت بتقدم وراح يظل تقدم في خدمة هذا الوطن. الشيخ زكي إنسان عنده فكر، قائد بحب وطنه، بحب الأردن، بيشتغل للأردن وبيشتغل لبلده. هو كمان عروبي، إنسان بحب العروبة، إنسان بدافع عن فلسطين كما بدافع عن الأردن، بدافع عن الأمة العربية كما بدافع عن الأردن. هو كمان مسلم، هو له مكانته الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي. الشيخ زكي عمره ما كان موقع السجن ولا مكانه الاعتقال. نحن بالمرحلة هاي أشد بكثير بحاجة للشيخ زكي يكون برا، لأنه نحن بحاجة لإله. نحن الأيام هاي بحاجة لكل الناس، لكل الناس. هذا البلد بسعنا كلنا، عم أبو حاتم كلنا بسعنا، وكلنا بنحترم بعضنا، وكلنا عشان البلد هاي. عم أبو حاتم هيك علمتونا وهيك بدنا نضل نحن. عم أبو حاتم نحن من أنا متذكر لما خلقنا كنا منحب أم رسال، أم رسال لما كنا نعيد عليها وكانت عايد علينا، هيك علمتونا منحب هذا الوطن، منحب الأرض هاي. شيخ زكي شرب من زيت هذا البلد وأكل من بلوط هذا البلد، ما ممكن يخون البلد هاي ولا ممكن يشتغل لغير هاي البلد. احنا بنفتخر انه زكي بن ارشيد من ابناء عمومتنا، وبنفتخر انه يكون هيك قائد، ونحنا ان شاء الله بنقدم القيادات اكثر من كده. والحرية، الحرية لزكي بن ارشيد. نحنا مع انه زكي بن ارشيد الحرية له، موقعه مش المعتقل ولا موقع السجن، موقعه انه بين جماهيره وقود هذا الوطن. شكرا. جزاك الله خيرا مهندس جمال علي السليم المجاهد. والان الكلمة لمحمد سعد اخو الشيخ زكي، وكثر الله من امثالك وطرح فيكم البركة ابناء المرحوم. السلام عليكم ورحمة الله. بدي أنقل رسائل سريعة إن شاء الله من الشيخ زكي من معتقله. أولا بقدم الشكر لجميع الأفراد العشيرة وجميع من وقف معه هذه الوقفة الاجتماعية الرائعة. الرسالة الثانية بيشكر العشيرة وجميع من وقف معه هذه الوقفة الرائعة الوطنية. الرسالة الثانية بصر على أنه ما أخطأ، حرية التعبير في الدستور والقانون مكفولة وما أخطأ، وإذا أخطأ بيتحاسب بيصحح، ما مش مصر على الخطأ إذا أنه أخطأ، بصر على موقفه باختصار وكلمته، لم يرتكب خطأ ومارس حقه الطبيعي في إبداء رأيه. الفقرة الثالثة بيتشرف أنه سجن لأنه قال كلمة حق، لأجل كلمة حق سجنوه، هذا شرف إله. وأنه ما وقف في يوم من الأيام في وجه المواطن والوطن والكل بيعرفه. وبضيف أنا حركة الإخوان المسلمين وأن جرموها البعض، والله بنكذب على بعض، كلنا بنعرف الإخوان، أنا في آخر عمري الإخوان المسلمين كلنا بنعرفهم، حركة إصلاحية وسطية معتدلة، يعني ما حد بيقدر يزاود عليها لا في حب الوطن ولا في الإصلاح، حركة إصلاحية. ونسأل الله العظيم أنه يجمعنا على الخير دائما وفرج كرب الشيخ زكي وأشقائه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أنا ابن عمه للشيخ زكي، ويشرفني أن أكون ابن عمه
للشيخ زكي، وباسمي واسم عشيرتي وباسم أقارب أهل الأشرفية أول إشي بقدم الشكر للحضور كاملا في هذا الديوان العامر، وأهل الديوان لهم الشكر أيضا باستضافة هذا الاجتماع الذي هو للمطالبة بإخلاء سبيل والإفراج عن ابن عمنا الشيخ زكي الذي، وأقتطف مما قاله المهندس جمال، هو قائد. نعم إنه قائد، بلقائه قائد، بحواره قائد، بكلامه قائد، بأدبه قائد. فحقيقة أنا جالسته عدة مرات فكان لا ينطق إلا علما وإلا رأيا سديدا، ولم نقرأ في يوم من الأيام تصريحا له جارحا لأي جهة كانت، فإنما كان إصلاحيا ذو فكر سديد، ذو فكر صاحب نصيحة، وقد أبدى النصيحة هو وإخوانه وزملائه في هذا الحزب إلى القيادة الهاشمية، وكانت الغيرة والحسد من الأطراف الأخرى إلى الشيخ زكي كيف يقدم النصيحة إلى القيادة الهاشمية حتى يكون يدا إصلاحية في مسيرة هذا الوطن الذي حقيقة نحن عشيرة بني رشيد وبني سلام وعشائر الأشرف ولواء الكورة ندين ونحترم ونلتزم بوطنيتنا ونحترم قيادتنا الهاشمية التي هو أنا أكنت أغار منه بحبه لجلالة الملك عبد الله والقيادة الهاشمية. فوالله هذا كلام ليس فيه زلفة ولا تزليف، إنما كانت حقيقة من حوار صادق بيني هذا الرجل بأنه أثبت عبه للوطن والقيادة الهاشمية أكثر من المتزلفين والذين يقطفون ثمار المزرعة التي يعيشون فيها وهم لا يستحقون منها شيء. باسم الجميع نرفع إلى جلالة الملك أسمى آيات الولاء والانتماء، مطالبين أن يكون له التدخل والحكمة على الحكمة بأن يفرج عن ابننا البار الشيخ زكي بدون أي محاكمة أو أي إجراء غير قانوني. نأمل بأن يكون ابننا بيننا اليوم قبل غد، لأنه لا يستحق كما ذكر وأقتبس أيضا من أخي المهندس جمال، ليس مكانه السجن، إنما مكانه الإصلاح والبناء خارج أسوار السجن، فالسجن للفاسدين وليس للمصلحين والإصلاحيين. أشكر الجميع وأشكركم جميعا على حضوركم وتلبيتكم للنداء والحضور لدعم ومؤازرة المطالبة بالإفراج عن ابننا البار الشيخ زكي، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة كلنا أردنيون في هذا البلد، كلنا أردنيون، لا يزاود أحدنا على آخر. وأتكلم أنا الآن في هذه اللحظة باسمي ونيابة عن إخواني في حزب جبهة العمل الإسلامي وأخينا الشيخ زكي أبو أنس، عجل الله له بالفرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما تعلمنا منه أبدا إلا حب الوطن، وما تناقشنا وما تربينا في الجلسات الخاصة أو العامة إلا الولاء والانتماء لهذا البلد. وجميعنا يعلم أن الشيخ زكي صاحب فكر وصاحب نظرة ثاقبة، وله من المواقف وله من الأشياء التي يذكرها الجميع داخليا وخارجيا إقليميا وفي منطقة الإقليم أو في خارج الإقليم. ولا أدري هل هي من محاسن الصدف أو من غيرها، أنه بالأمس شيخنا كان في سفر قبل اعتقاله بساعات، كان في طريقه إلى سويسرا زيورخ لحضور مؤتمر مقاربة الأديان أو يعني تجمع أوروبي متوسطي على مستوى العالم، يجتمع مع شخصيات وازنة، يجتمع مع شخصيات عالمية أوروبية وعربية إسلامية ثقافية فلسفية. مثل هذه القامة، مثل هذا الرجل الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذه اللحظات لا أريد أن أطيل عليكم، لكن نناشد إخواننا، نناشد الجميع بأن نبقى دائما مثل هذه المواقف صفا واحدا، لأن أخينا زكي إنما يعتقل كأنما نعتقل جميعا، لأنه صاحب فكر
وكلكم أصحاب فكر وكلكم أصحاب رأي، وحرية الرأي مصانة. فنحن في هذا البلد، بلدنا جميعا، لا يتطاول علينا فيه أحد، وسقفه للجميع وليس فوق الوطن أحد. أيها الإخوة، باسمي مرة أخرى ونيابة عن إخواني في حزب جبهة العلم الإسلامي، وأكد على أننا مع أخينا الشيخ زكي، ونقول الحرية للشيخ زكي ولكل المعتقلين السياسيين، ولكل المعتقلين السياسيين في أقصى البلد وغرب شماله وشرقه. كل إخواننا أي معتقل في قضية سياسية، في قضية رأي، نحن نطالب بالتعجيل بالإفراج عليه، كما نطالب بالتعجيل بالإفراج عن أخينا زكي بن رشيد. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بدك تثبت ولائك يا شيخ محمود، ما أنت من الجبهة، من الجبهة ماله وماله، يعني غصب عنك بدك تثبت ولائك للشيخ زكي. يعني احنا باسم تجمع عشائر الأشرفية ولواء الكورة نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الصحافة، كما ذكرت في البداية، هم الجنود المجهولون، وهم الذين يعطون المواطن الصورة الحية والحسنة. والحمد لله على هذه الحرية وعلى هذا السقف. البيان الختامي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا في أهلينا ولا ذرارينا ولا ذراريكم لا شقيا ولا محروما. ونسأله عز وجل أن يجعل كل لقاءات واجتماعات المسلمين لقاءات خير وبركة، وأن تكون مثمرة. يا أيها الإخوة، قبل أن نتلو البيان الذي إن شاء الله يعني يتوافق عليه، أريد أن أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع الكريم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولو على رقبته ولو بفن أهله. المسلم، بعيد الحديث، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي لدخول النار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، بس هيك يتهز عليه بس. فكيف إذا خذله؟ فكيف إذا أسلمه؟ فكيف إذا ظلمه؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فيا أيها الإخوة، يقول العلماء: لو اعتدي على رجل في المشرق وجب على أهل المغرب جميعا المطالبة بحقه، بدءا ممن حوله، ثم ينتقل هذا الواجب شيئا فشيئا إلى الآخرين. فنحن لا نقوم بهذا العمل لاستعراضا لعضلات، إنما نحن نطالب بحقنا ونطالب بحق أخينا. فلا ينبغي لأحد أن يعتدي على أحد، لأننا جميعا تحت مظلة القانون والدستور بإذن الله. ولكن أريد أن ألفت الانتباه إلى قضية، أن يعني بجوز أريد أن أشكر هذه الأجهزة التي قامت باعتقال أخينا. هم نسوا أو تناسوا أن مثل هذه الأحداث التي لا أريد أن أسميها أنها غير مدروسة، فقط تجمع هذه الوجوه الكريمة كلها. حدث واحد، يا أيها الإخوة، لو 20 عرس، لو 20 حفل، ما بتجتمع هذه الوجوه من مختلف مناطق اللواء ومن خارج اللواء. حدث مثل هذا يجمع الناس. هذا الجمع الكريم المبارك جاء لنصرة مسلم يوحد الله عز وجل. في الختام أريد أن أتلو هذه العبارات إن شاء الله، التي يعني تم التوافق عليها بإذن الله عز وجل، هو البيان الصادر عن هذه الوجوه الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن عشيرة بن رشيد وعشائر الأشرفية خاصة
وعشائر لواء الكورة عامة. اجتمعت عشائر لواء الكورة بدعوة من عشيرة بني رشيد فور سماعها نبأ اعتقال ابنها البار فضيلة الشيخ زكي بن رشيد، وتم تدارس هذا الحدث الجلل والتأكيد على ما يلي. أولا، إن أمان وأمن هذا الوطن والوحدة الوطنية أمانة في أعناقنا جميعا، نبذل الغالي والنفيس من أجلها. ثانيا، إننا جميعا تحت مظلة الدستور الذي نحترمه. ثلاث، إننا نسجل دهشتنا واستغرابنا لما قامت به الأجهزة الأمنية وبطريقة غير حضارية بحق الشيخ زكي بن رشيد ابن الأردن، والذي هو علم من أعلام هذا البلد والأمة العربية والإسلامية. رابعا، نطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ زكي بن رشيد. خامسا، إن أوضاع البلاد السائدة وعلى مستوى المنطقة تتطلب تضافر الجهود من الجميع ليقوم كل بدوره ومن موقعه لخدمة الوطن والأمة. سادسا، إن مكان الشيخ زكي بن رشيد ليس المعتقل، بل هو في وطنه ليقوم بدوره حرا في دعم قضايا الوطن والأمة. سابعا، إننا نطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ زكي، ومطالبين الأحرار من أبناء الأردن الوقوف إلى جانبنا في نضالنا العادل ودعم مطالبتنا نحو هذه القضية. ثامنا، نؤكد على أننا سنظل ونستمر في حالة متابعة وانعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات حتى ينال ابننا الشيخ حريته والإفراج عنه. الحرية للشيخ زكي بن رشيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشائر لواء الكورة.